اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، النجم الكبير وصاحب البيت الحقيقه، النجم الكبير الكابتن ماهر همام. ازيك يا كابتن ماهر؟ ازيك يا اسلام؟ ازيك حبيبي؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. الاول كابتن ماهر كان من الناس اللي كانت قالت لي انه احنا هنكسب المباريات القادمه، مش بيراميدز تحديدا ولكن الثلاث اربع خمس مباريات القادمه. فالنهارده كانت البدايه بمباراه صعبه وهي مباراه بيراميدز، واستطاع النادي الاهلي ان هو يفوز. يا كابتن انا قلت لك الحلقه اللي فاتت اسلام لو تفتكر ان احنا هنكسب مباراه بيراميدز، صح؟ لان لاعبتنا بيحبوا المباراه دي وبيحبوا وجمهورنا طبعا. يعني جمهورنا هنتكلم عليه، لان جمهورنا ده حاجه عالميه زي ما بيقولوا يعني. فالمباراه اللي بالشكل ده لعيبه النادي الاهلي بتحب تلعبها. بيراميدز برضك من الفرق اللي عندها لعيبه ولعيبه مهاريه وبيحبوا يهاجموا يا اسلام باكثر من خمس ست لعيبه، ودي ساعدتنا بشكل كبير جدا النهارده. برضك بحيي الراجل انه اشتغل في التكتيك، هنتكلم على التكتيك اللي اشتغل عليه بشكل توازن في الدفاع بشكل جيد، وبعدين طبعا في حاله الاستحواذ والانطلاق بالنسبه للهجوم يعني ادينا بشكل جيد. لكن جمهور النادي الاهلي يا اسلام ده بصراحه يعني النهارده بيخلي الواحد جسمه يقشعر. الهتافات صحيح في الاستاد حاجه تفرح. لا انا بشوف ان جمهور النادي الاهلي عندما لما يحس بالخطر بالظبط بيقف ويحط ايده في ايد لعيبته، والمنظر اللي احنا العظيم اللي احنا شفناه النهارده. وبصراحه طول عمرهم بيحطوا ايديهم في ايدين لعيبتهم بصراحه، طبعا حتى لو في حاله الاخفاق. يعني الناس كانت زعلانه ومتضايقه حلوه والمره بالظبط على المباراتين اللي فاتوا، لكن جمهور النادي الاهلي عنده ثقه كبيره جدا في اللعيبه بشكل كبير بصراحه. ويمكن اللقطه اللي انت جبتها كمان حته تحيه اللعيبه للجماهير اسلام، يعني انا بتمنى لجماهير النادي الاهلي وانت رساله بتوصلها لهم. اتفضل يا كابتن. ان فعلا حتى لو في اخفاق، احنا خلاص يا جماعه شفنا كاس العالم وشفنا بقى يعني وصلنا للنضج. حتى لو في اخفاق الله يقدر، برضك لازم اروح احيي الناس الجميله دي. صحيح. الجماهير العظيمه دي اللي بيشجعك. كان النهارده يمكن الشباب اللعيبه بتاعتنا راحوا للجمهور بيقولوا لهم ما تزعلوش مننا بالظبط، وهنفضل نعمل كده على طول، واللي جاي افضل على طول بالظبط ان شاء الله. يمكن يعني وحتى اليوم مش يومهم كمان يا اسلام. انا مش عايزهم ياخدوا بعضهم ويخشوا على اوضه اللبس، لا يروحوا يسقفوا للجماهير دي. زي ما بنشوف العالم كله بالظبط، زي ما احنا بنشوف في اوروبا كده وكاس العالم. على فكره اللعيبه بتعمل كده على طول. ويمكن بس الماتشين اللي فاتوا انا بشوفها انا زعلان ومتضايق فحطيت وشي في الارض زعلان ومكسوف من جمهوري ان انا قد اكون اخفقت في لعبه او في باصه او في بتاع، فمش عايز برضو ايه اوريهم وشي غير انا بشوفها كده والله. صح وانا معاك والله. ولعبتنا كمان عندها يعني حس كبير جدا بجماهيرها، وزي ما انت قلت اسلام بيبقوا متضايقين وزعلانين ومحتقنين، عايزين المباراه الثانيه تيجي بسرعه عشان يصالحوهم. والنهارده فعلا يعني اللعيبه جرت عجله الزمن بسرعه عشان النهارده يعني تفرح جمهورها بالاداء المميز. صحيح. النهارده طوال المباراه. فيعني بصراحه جمهور النادي الاهلي العظيم ده مهما اتكلمنا عليه ومهما شكرناه ومهما انا بعتبره مش رقم 12، انا بعتبره رقم واحد في الانجازات اللي موجود عليها النادي الاهلي في تاريخنا وتاريخ الاجيال اللي قبل كده واللي قبل كده، حتى في تاريخ الاجيال الموجوده الحاليه. فجمهور النادي الاهلي مثقف وواعي وجمهور عظيم، وبيزعل بيزعل لان هو اتعود على المكسب، اتعود على الفرح، واتعود على الانتصارات حقيقي. واللعيبه دي كمان يعني انا بحييها النهارده لان فعلا حست بجمهور ده. فالاحساس النهارده 90 دقيقه ما حدش بخل اسلام، يعني صحيح. كل اللعيبه النهارده الجهاز الفني والاداري والاحتياطي ومجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط وكابتن محمود بصراحه كل المسانده كانت خلال الفتره اللي فاتت من المنظومه ككل. فالمسانده ديت اثمرت على الشكل والاداء اللي احنا شفناه النهارده من لعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي العظيمه. طبعا ان شاء الله باذن الله انا شايف ان دي الانفتاح او المفتاح اللي هنفتح بيه المباراه اللي قادمه ان شاء الله باذن الله اسلام. ثقتك كانت جايه منين يا كابتن لما كنت معايا الاسبوع اللي فات وقلت لي حضرتك انه ان شاء الله بيراميدز واللي بعده؟ بص يا اسلام عايز اقول لك احنا في حته تاني. يعني ساعات الناس يعني انا اتمنى اقول ما تقارنوش النادي الاهلي باسيا ولا افريقيا، النادي الاهلي في حته تانية يا جماعه. النادي الاهلي بينافس ريال مدريد يا جماعه في الانتصارات والبطولات،
فالنادي الاهلي في حته تانية. يعني عايزين نقول لو الكره الارضيه دي اتحركت ودارت شويه ممكن تودينا اوروبا. فالنادي الاهلي فعلا نادي يستاهل يبقى موجود في اوروبا. صحيح. الحاجه الثانيه احنا طول عمرنا اسلام زي ما انت قلت من 1907 و 115 سنه انتصارات. يعني النادي الاهلي ده المؤسسه الكبيره دي بتعلم الدنيا كلها. فاحنا في حته ومع احترامي لكل المؤسسات الثانيه في حته تانية. حتى انجازاتنا بطولاتنا لما تيجي تحسبها كده اسلام تلاقي بالارقام بالارقام فرق شاسع كبير جدا جدا بيننا وبين صحيح. الفرق المنافسه اللي ورانا. صحيح. فكل دي ثقه طبعا الواحد بيكتسبها. غير كده كمان اسلام صعب على النادي الاهلي يبقى مباراه واثنين غير موفق. صعب الثالثه كمان ان هو يبقى غير موفق، بتبقى حاجه يعني في منتهى الصعوبه. فالنادي الاهلي النادي الكبير ده نادي البطولات نادي القرن لما بينزل بيه الكرف شويه لا عنده منه المقاومات. بس ده اللي عايزين نوصله للجمهور يا كابتن ان ده طبيعي. ممكن جدا بالظبط. لعيب الكوره ده مش اله. بالظبط. ده انسان بيتاثر بالناس كلها وبيتاثر باللي حواليه. احنا عندنا مجموعه عظيمه من اللاعبين وجهه نظري، يعني عندنا مجموعه عظيمه من اللاعبين قد يكونوا فقدوا الثقه شويه في نفسهم خلال الفتره السابقه، ولكن جمهور الاهلي رجعها لهم تاني. بالزبط. اعتقد كده يعني. صح. الثقة فقدت شوية، لكن برضك زي ما انت قلت اللعيب مش آلة، مش كل مباراة هيأدي 100%، مش صحيح. كل مباراة هيكسب، ساعات بيبقى فيه التوفيق وعدم التوفيق موجود جدا في كرة القدم. فالنهاردة لكن اللعيبة اسلام صراحة انا بحييها، لان لعيبة النادي الاهلي معدنها معدن جميل جدا، معدن نادر انك تشوف. حقيقي. كلهم ولاد محترمه، كلهم ولاد مخلصين، كلهم ولاد فعلا بيحبوا ناديهم، عايزين يعملوا تاريخ ليهم ولناديهم بشكل كبير. عمرنا ما سمعنا مشكله من حد بصراحه اسلام، حتى واحنا خسرانين تلاقي برضك الناس بتلم نفسها، كباتن الفرقه الشناوي والسليه بيلموا اللعيبه مع معلول الخبرات اللي هنا من غير حتى كمان ما احنا نقول لهم، هم خلاص ما شاء الله عندهم الخبرات وعندهم الوعي والثقافه اللي يقدروا يلموا فيها نفسهم. زي ما انت قلت كده ساعات بيبقى في ظروف، وساعات بيبقى في ظروف خارجه عن اراده اللاعب. يعني النهارده السليه ربنا يا رب يشفي له بنته، كان متاثر الفتره اللي فاتت دي بسبب طبعا يعني هو الحقيقه قال لنا يعني مش حابب ان هو يتكلم في الامر ده الحقيقه، يعني عشان كده كنا الفتره اللي فاتت ساكتين ما حدش بيتكلم فيه. ودي من ضمن الحاجات اللي بتخلي اللعيب كمان قيمته بتزيد. صحيح. راجل عنده المشاكل دي لكن صابر ومتواضع وبيجتهد بشكل كبير جدا عشان يرجع السليه اللي هو عودنا في الثلاث سنين اللي فاتوا من افضل اللعيبه اللي موجوده في نص الملعب. احنا بنقول احنا عندنا نص ملعب يا اسلام من اقوى اللعيبه اللي موجوده، مش في افريقيا بس، واسيا. عندنا ديانج وعندنا حمدي فتحي وعندنا السليه لما بيبقوا في حالتهم الطبيعيه زي النهارده كده. يعني انت النهارده التوازن اللي عملناه طبعا الشناوي وخط ظهره والاثنين بتوع نص الملعب هم اللي ادونا الثقه، هم اللي ادونا المباراه، هم اللي فتحوا لنا الجيم بشكل كبير. فالنهارده انا بسميه الصبر الدفاعي. نعم. اللي كان عليه النادي الاهلي الصبر الدفاعي. الصبر ده النهارده كانت اللعيبه عندها صبر وعندها توازن. أوكي. وعندها هدوء بشكل كبير. طبعا هدف السليه النهارده اسلام هدف يدرس الاولاني. الاولاني الثاني حلو برضه. طول عمرنا بنقول ان في المباريات اللي بيبقى فيها تكتل دفاعي او تبقى مقفوله الكور الثابته بيبقى لها دور كبير. فالنهارده السليه بيأكد هذا. استلم الكوره من 25 ياردة وهو ما شاء الله عليه، يعني هو من اللعيبه اللي بتجيد التصويبات اذا كانت المتحركه او الثابته، ودي مهاره من ضمن المهارات اللي بيجدها السليه. فاول ما جات له الفرصه والمساحه كانت قدامه فاضيه ما حدش ضغط عليه، حط طبعا وش رجله الجميل عشان يسجل الهدف الاول اللي احنا كلنا كنا بنطالب بيه، ان احنا بس نجيب هدف في الشوط الاولاني يا اسلام. صحيح. يقدر يفتح لنا الجيم. يعني احنا بقالنا يمكن مباراتين ثلاثه بنتكلم على ان النادي الاهلي في اول ربع ساعه او ثلث ساعه لما بجيب جول خلاص احنا بنبدا نطمن والجيم بيبدا يفتح وبنغطي بالجول الثاني وممكن الجول الثالث. صحيح. فالنهارده السليه بصراحه فتح لنا الجيم بشكل كبير جدا بهدف عالمي. انا شايف انه هدف من الاهداف، اجمل هدف موجود في الاسبوع ال11 وممكن يبقى موجود في الدوري العام كمان. صحيح.